مرحبا بكم في قناة تحفة يوبا. موتسيبي يدافع عن نفسه ويحاول توريط المغرب والاقجاع في تبريراته للمحكمة، وهكذا اوقعتهم الجزائر في شر اعمالهما وكيف انقلب على بعضهما. ورسميا موتسيبي يطالب بثلاث قضاة، فلماذا عينهم دفعة واحدة وطلب ذلك من الفيفا بعد ان انقلب عليه الاقجاع؟ بداية بدأت العلاقات ظاهريا تتوتر بين الاقجاع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم ورئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم موتسيبي، مع محاولة كل طرف التملص من المسؤولية، خاصة وأن الاقجاع حمل المسؤولية لطرف الكاف. الكاف بدورها راحت تدافع عن نفسها وتحاول توريط المغرب وتحملهم المسؤولية، إذ انقلبت هي الأخرى على فوز الاقجاع بعد أن بدأ هو أولا كما ذكرنا مؤخرا، وحاول تحميل موتسيبي المسؤولية كاملة. فيبدو أن موتسيبي مستاء من تصريحات الاقجاع وصدم من انقلاب المغرب عليه، فور أن أحس بأن الوضع تعقد وبدأت القضية تذهب لصالح الجزائر. إذ راح موتسيبي أمام المحكمة وتساؤلاتها والتبريرات وتحميل المسؤولية للمغرب، والادعاء أن الكاف تعاملت بشفافية وبما رأته مناسبا. طبعا الكاف كانت متحيزة للمغرب بل ومتواطئة مع الأقجع، متعمدة حينها استفزاز الجزائر والإقصاء الاتحاد. فتبريرات موتسيبي وهي لأنه يعلم جيدا أصلا أن تلك الخريطة لا تعترف بها الفيفا ولا الكاف ولا الأمم المتحدة على هيئة دولية. مع ذلك أصر حينها على قرارات خسارة الاتحاد وأقصاه وتأهيل نهضة بركان رغم رفضهم اللعب في الجزائر. فتناقضه مكشوف، ومحكمة طاس يبدو أنها أدركت أخيرا وتفطنت للعبة موتسيبي الدنيئة، حيث استعملت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم أسلوب المراوغة والمناورة في دفاعها عن نفسها أمام محكمة التحكيم الرياضي بلوزان في القضية التي رفعتها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بشأن تمكين نهضة بركان المغربي وضع خريطة مزيفة على قمصان لاعبين ومحاولة اللعب بها أمام اتحاد الجزائر في ذهاب نصف نهائي كأس الكاف. وأمام مطلب الكاف المقدم لطاس بتعيين قاضي وحيد لدراسة القضية، فإن الكاف اعترضت على ذلك واستعملت حقها في تنصيب ثلاثة قضاة، مما يجعل طاس أمام هذا الاختلاف الكبير مجبرة على اعتماد تشكيلة من ثلاثة قضاة، على أن يكون من حق أي طرف الاعتراض على اثنين منهما والمطالبة بتغييرهما. فالكاف وموتسيبي يحاولان المناورة في المحكمة لمحاولة الإفلات من العقاب ومراوغة المحكمة والالتفاف حول أدلة الجزائر الدامغة التي تعرضت لظلم كبير وكولة فاشلة ومفضوحة للجميع، خاصة وأن نهضة بركان أهلهم موتسيبي بست نقاط كاملة رغم عدم لعبهم أي مباراة ضد اتحاد العاصمة الجزائري. واستعمل موتسيبي سياسة الكيل بمكيالين ولو وجد أصلا الاتحاد ظالمين، لسلط عليهم أشد العقوبات إلا أنه تعمد الوقوف عند إقصائهم. حاليا موتسيبي والكاف في مواجهتهم للجزائر وتساؤلات محكمة طاس التابعة للفيفا، ستنفضح كل المخططات ويتضح كولة الأقجع لأنه لا مبرر لموتسيبي أن يصدر قرار فوري حينها بخسارة الاتحاد، رغم أن اتحاد العاصمة كان في الملعب في الجزائر ونهضة بركان هم رفضوا اللعب، وليس لموتسيبي أي مبرر لتبرير تجاهله لكون تلك الخريطة أيضا المزعومة لا تعترف بها الأمم المتحدة ولا الفيفا. فكان عليه على الأقل التوسط للخروج بحل وسط لإنهاض بركان الذين ظلوا مقيمين في الجزائر لأيام. مع ذلك موتسيبي لم يرسل فيفا ولم يتوسط بين الفريقين، وواضح أنه كان صامتا تنفيذ خطط الأقجع الذي انقلب عليه الآن في نهاية المطاف وهو الآخر ينقلب عليه. كل طرف يتنصل من المسؤولية ليجد موتسيبي نفسه أيضا محرجا أمام أعلى هيئة كروية وهي الفيفا كما يعلم الجميع، بعد أن جرتهم الجزائر جميعا للمحكمة الدولية طاس. فالجميع يترقب الآن القرارات وخاصة كيف ستكون العقوبات التي سنكشف لكم طبيعتها في الفيديو المقبل، خاصة ما ينتظر الموقد فوز الأقجع. تكتل الملك المغربي ينهار سريعا ويفشل مع رفض السنغال، ووزير الخارجية أحمد عطاف يقطع الطريق عليه بخرجة مدوية مع السنغال وموريتانيا. بداية دولة السنغال الشقيقة ترفض طلب محمد السادس وتتمسك بالجزائر، مع محاولة الملك المغربي محمد السادس مؤخرا اقناع دول إفريقية مجاورة لتشكيل تكتل جديد يحاول من خلاله أن ينافس التكتل الذي أنشأته الجزائر مع كل من ليبيا وتونس الشقيقتين. كما يحاول الملك المغربي أن يقنع موريتانيا ليتعرض لصدمة كبيرة منه هو الآخر. وقبل ذلك السنغال الآن توجه ضربة قوية للنظام المغربي وترفض الغدر بالجزائر، مشيرة بشكل واضح رفض السنغال لمقترح محمد السادس الذي روج لهذا الأمر إعلامه بخرجة وتعاونات واتفاقيات تاريخية أبرمتها مع الجزائر. وتعلن السنغال عزمها التحالف مع الجزائر والوصول بشراكات وتعاونات لنقطة لم يصلها البلدان من قبل.
إذ انهار مخطط محمد السادس سريعا ويتعرض إحلامه لانتكاسة جديدة، حيث أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج السيد أحمد عطاف مكالمة هاتفية مع وزير الإدماج الإفريقي والشؤون الخارجية لجمهورية السنغال. المكالمة هذه وتحرك عطاف أسد الخارجية الجزائرية كان حاسما وحساسا في وقت مناسب سواء مع السنغال وحتى مع موريتانيا، وتبادل الطرفان الجزائري والسنغالي عزمهما على تنفيذ أهداف ثنائية كبيرة. اتناول السنغال تحالف بشكل غير مسبوق مع الجزائر وبتعاونات تاريخية، مؤكدا على الإدارة السياسية والعزيمة الراسخة خاصة لرئيسي البلدين في إدخال العلاقات الأخوية القائمة بين الجزائر والسنغال في مرحلة جديدة من التضامن الكبير والتعاون المعزز في شتى المجالات التي تخدم مصالح البلدين. أما وبخصوص موريتانيا فنفس الأمر أحرجت محمد السادس بخرجة قوية كاشفة كذب إعلامه بكل صراحة، حذفوا الخريطة ولا يلعبون بدونها بعد أن نفذوا خططهم الدنيئة ضد الجزائر، نكسة كبيرة للمغرب بعد إقصاء نادين هذا بركان. ولن تصدق لماذا حذفوا الخريطة من القميص رسميا ويتورطون مع الجزائر، فكيف وقعوا في الفخ الذي نصبوه للجزائر؟ البداية مع المفاجأة المدوية مع إدراك المغرب ولقجح حجم الورطة التي وضع نفسه فيها، وأن تلك الخريطة كلما يحاول وضعها ضد أي نادي إفريقي سيحدث له نفس المشكلة. لهذا رسميا قامت إدارة نادي نهضة بركان بحذف الخريطة من القميص، ودعاوي الجزائريين كما يقول كثيرون خرجت في نادي نهضة بركان المغربي مع إقصائهم رسميا من أول الأدوار في المغرب وبدأ العقوبات تقترب. فإزالتهم للخريطة الآن من كل أقمصة اللاعبين والدخول بدونها قرار صدم العياش ووضع لقجع في ورطة ويوضح تخبطه، حيث بات جليا أن الزوبعة التي أثرها نادي نهضة بركان بارتدائه قميص يضم خريطة الأراضي الصحراوية المحتلة لم يعد له هدف سوى إثارة الفتنة واختلاق أزمة بين الجزائر والمغرب. فسهرت أمس أقصي النادي المغربي من الدور 32 من كأس العرش بركلات ترجيح أمام الجيش الملكي، وارتد لاعب الفريق قمصانا خاليا من الخريطة الوهمية التي أصروا أن تكون في القمصان التي ارتدوها في كأس الكاف. حاليا هذا الأمر يخدم الجزائر والاتحاد بشيوخهم بنسائهم ببناتهم الخريطة من أقمصته، وواضح أنهم تعمدوا أمام اتحاد العاصمة وضعها لعلمهم يقينا أن الاتحاد لن يواجههم لأن الجزائر لا تعترف بتلك الخريطة، ما يعني أنها خطة مدبرة ومتعمدة طفرها لقجع مع ليؤهل فريق بلده بدون جهد ولا لعب أي حتى مباراة مع الجزائر. وبما أنهم أزلوا الخريطة الآن لماذا لم يزلوها أمام الاتحاد ويلعبوا المباراة؟ فهذه أحد أبرز الخرجات التي فرحت مخطط لهم الدنيا ضد الاتحاد. كما قال في ملعب 5 جويلية الأولمبي لا تشاهدون هدوم بشيوخهم بنسائهم ببناتهم، خاصة أن الدول المحايدة والدول التي ذات تعمد الصحراء الغربية كلهم سوف يرفضون مواجهة نهضة بركان ولا أي نادي مغربي آخر يضع تلك الخريطة الوهمية مستقبلا.